تحياتي ليكم أصدقائي أصدقاء قناة تيتا شو، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، وربنا يرزقكم الرؤية الصالحة إن شاء الله. رؤيانا النهاردة جات لنا من صديقة القناة الأنسة دودي. دودي بتقول إن والدها متوفي، وهي رأت والدها في المنام كان على هيئة جميلة ووجهه أبيض، مع العلم أنه لم يكن على نفس الشكل في حياته. بتقول كمان أن والدها حضنها وقال لها أنتي وأختك هتتجوزوا حد كويس، مع العلم أن أختها دي متزوجة بقالها 5 سنين، لكن دودي لسه عزباء، لسه ما تجوزتش. بالنسبة لتفسير رؤياكي دي يا أختي دودي، لأن دودي عندها 2 رؤيتين، دي الرؤية الأولى. بالنسبة للرؤية دي تفسيرها كما قال ابن سيرين: من رأى ميتا قد عاش فإنه حصول خير وسرور، وخصوصا إذا كان الميت بشوش، ومن رأى والده قد عاش وهو صافي الملبس طلق الوجه فهو حصول دولة وإقبال وعز ونيل وانتظام أشغال. أي أن والدك يا دودي يأتيك بهذه الصورة يدل على أنها والدك في منزلة جيدة وعيش طيب ومرتاح ومتنعم في قبره، ويطمئنك على أنه سيكون في أحسن حال في الآخرة إن شاء الله. كما يطمئنك هذا الشكل الذي رأيت عليه والدك أنه أيضا راض عنك. أما عن أن أباك أو والدك يحتضنك، فدي بشرة، لأنه يبشرك أنت وأختك بالزواج من شخص جيد. فقد فسرها ابن سيرين أن قول الميت حق، لأنه في دار الحق ونحن في دار الباطل، وما يقوله الميت يحدث، خصوصا إذا كان الأب، وهو الأب بالنسبة لك هو السند والقوة، لأنه يبشرك هنا بقرب الزواج، ويكون هذا الزواج ميسر إن شاء الله وبدون مشاكل، ويكون من شخص جيد يرضى عنه والدك، ولذا هو يطمئنك. أما عن زوج أختك المتزوجة، فهو أيضا والدك بيبشرك أو بيبشركوا إن هو راضي عنه، وإن هو هيكون زوج صالح ليها إن شاء الله، وبيطمنكم إن هو الزوجين دول هيكونوا سند ليكم في حياتكم أنتي وأختك. ربنا يريك من الرؤية خيرها ويكفيك شرها إن شاء الله يا دودي. الرؤية التانية اللي دودي قالت لنا عليها بتقول إن هي رأت شمسية جميلة مفتوحة بتنزل إليها من السماء، ولما أخدتها الشمسية دي وجدت أختها وبنت خالتها عندهم نفس الشمسية. بالنسبة لتفسير الرؤية دي يا دودي، فهي خير وبركة كبيرة جدا جدا يعني بالنسبة لكي. بس عاوز أقولك في الأول إن تسمية الشمسية هي المظلة، والمظلة هي معناها التي يستظل بها الفرد من حرارة الشمس أو ماء المطر. إذن هي حاجة مفيدة بتحمي الإنسان من شيء قد يؤذيه أو قد يضره، زي الشمس الحارة أو المطر اللي بينزل من السماء. لأنك عزباء يعني ما تجوزتيش، فابن سيرين هنا له تفسير للمظلة اللي ممكن تشوفيها. فرؤية المظلة للعزباء زي ما قال ابن سيرين بتدل على حمايتها من الأخطار، وأيضا ربما تكون بشرة لزواج من رجل صالح، وأيضا يكون على رزق كبير وخير وفير. ده بالنسبة للتفسير المظلة لابن سيرين. عموما هي خير لك كبير جدا. أما بقى بالنسبة لنزول هذه المظلة من السماء لك، وأنها كانت مظلة جميلة ومفتوحة،
يعني تحميك من كل شيء. فربما يقول تفسيرها يا ابنتي العزيزة بأنها رسالة من الله بأنك ستنالي ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين، ربنا يرزقنا بهذه الرؤية وهذا التفسير. بنسألك التوفيق في حياتك وطاعة ربك لتنالي هذا التفسير، اللهم آمين. وإن شاء الله يا أختي دودي تكون رؤياكي كلها خير وبركة وتنالي حظ سعيد ووافر. الرؤيتين في مضمونهم فيهم بشرى زواج، وربنا يفرحنا بيك إن شاء الله قريبا، وإن شاء الله يكون ابن حلال ويحميكي ويكون سند ليكي. ده بالنسبة للأخت دودي. أنا بحييكم تاني من قناة تيتاشو، وعاوزة أقول لكم إن أنا كنت معاكم النهاردة ومستنياكم دايما في قناتي. اللي لسه ما لحقش يشترك ياريت يدوس على الاشتراك سبسكرايب ويفعل لي الجرس علشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة. وإن شاء الله بأمر الله أنا معاكم في تفسير رؤياكم وأحلامكم، ابعتولي. وبالنسبة للأخت اللي سألت على صفحة الفيسبوك، إن شاء الله أنا بحضرها، وأول ما هخلصها هحط اللينك بتاعها في القناة على اليوتيوب عشان اللي عنده أي استفسار عن حلم أو رؤية يكون الموضوع سهل بالنسبة لي إن شاء الله. ربنا يجعلنا وإياكم ممن يرون الرؤية الصادقة بأمر الله. تحياتي لكم.